السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي دي براجنز بتتزود بحيث ان هو يتواصل مع مواقع اقوى ويديك امكانيات افضل، زي مثلا براجن يتواصل بي سي اي بي سي ماوس، ويتواصل مثلا بالمواقع اللي انت بتحبها. دي دلوقتي هم عاملين اي بي اي بحيث ان اي حد عنده موقع او بيبرمج او عنده برنامج يقدر يوصل بشات جي بي تي ويستفاد بالقوه بتاعته. ممكن يخصصه مثلا في الاجابه على اسئله في التاريخ، يخصصه على حاجات خاصه بالتعرف على الصور، اي قدرات تقدر ان انت تخصصه. فدول 250 اداه بلجنز تقدر ان انت تستفاد منهم في شات جي بي تي. وهنا بتلاقي اللي هم بينصحوا بيهم الايديتور بتوع الموقع، تمام، وممكن ترتبهم هنا حسب الحروف مثلا، او حسب الناس بتفضل ايه، او حسب الفولدر، تقدر ترتبهم باي حاجه انت عايزها بالشكل دوت، بحيث ان انت تتعرف على الادوات ديت. خلينا نشوف دوت اهو، بيبدا يديك تعريف عنه ان هو التعليم باسلوب سهل يناسب اطفال عندها سنتين. ممكن تكون مثلا عايز تفهم حاجه في الفضاء او علوم الفلك، فتقدر تستعين بالبلاجنز دي بان هو يسهل لك التعليم والشرح. ولو جيت هنا هتلاقي لو في اي معلومات اضافيه زي شكل ايكون واليو ار ال، الحاجات دي كلها.